معهد بروكينجز الأمريكي في نفس الوقت هو حث الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحديدا على توفير منظومات دفاعية إلى إقليم كردستان من أجل حماية مصادر الطاقة الموجودة. وكما نعلم مشكلة الطاقة مشكلة خطيرة للغاية، لا بد أن لا تستهدف بأي شكل من الأشكال. هل تعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فعلا قد تدفع بإرسال منظومات دفاعية إلى المنطقة من أجل التصدي لضربات مثل التي شهدناها من الصواريخ البالستية من قبل إيران في مارس الماضي؟ عزيزي، لا يحتمل السوق الداخلي ولا العالمي هذا الانهيار في توفير الطاقة وارتفاع المتصاعد الجنوني. وصلنا اليوم، هو اليوم السادس بأرقام غير مسبوقة أمريكيا بارتفاع أسعار الطاقة. هذا الأمر أيضا مع العقوبات المفروضة على روسيا والتي أثرت على أوروبا أكثر من غيرها، أيضا هناك مشكلة حقيقية، فلا بد من توفير بدائل. البدائل محدودة جدا في الشرق الأوسط، والخطة التي تريد أن تصل الطاقة ليس فقط مصدر الطاقة، عندك خطوط الطاقة. خطوط الطاقة مثلا في غاز في قطر، ولكن لا يمكن توصيله إلى أوروبا بالطريقة التي أرادوا بها بشكل أو بآخر من خلال سيناريو للأسف تدمير سوريا. العراق الآن عندما يستتب الأمن فيه لا يستطيع، وشمال سوريا خاصة في موضوع الأتراك، لا تستطيع لا تركيا ولا إربيل أو الدولة العراقية في المحصلة توفير أي دعم يريده بايدن في موضوع الطاقة ما لم يتم زرع الأداة الرادعة لهذه التنظيمات والميليشيات. ومرة أخرى أربطها في زيارة بايدن للسعودية وأمامه عمليا أقل من شهر، لابد من توفير ما هو مقنع للقادة في المنطقة، السعودية، الإمارات، إسرائيل، الأردن فيما يتعلق لما أشار جلالة الملك لشمال أردن جنوب سوريا، إضافة لشمال العراق. لابد من توفير ضمانات، هذه الضمانات هناك دول لديها قدرات عسكرية ذاتية ولديها اتفاقات كالأردن مثلا، ولكن العراق بوضع الحالي لا يستطيع الاستمرار بهذه اللعبة التي أشبه ما تكون بالروليت الروسي، هي انتحار ما لم يتم توفير البنية التحتية العسكرية الكفيلة بالردع. وأعتقد أن هذه المسألة حكما سيتم تحديدها.